ده ايه الحظ النحس ده؟ واحد حرامي تافه يسرق سريقه ويلبسها لي ويطلع عليا ناس بلطجيه. يا جدع احمد درويش، بص يا احمد درويش، بص على ايه؟ ده انت طالع في التلفزيون في الشاشه اهو يا احمد درويش يا راجل. الله امال ايه ده يعني؟ امال انت مش طالع معايا ليه؟ يلا لا مش طالع معاك، اصل هما بيحطوا في المحلات دي كاميرا بره كده يا عم درويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجه بتاع، فبتعرض الناس لايف. امال انت فين؟ انا مش جنبي ليه؟ انا جنبك اهو يا عم درويش، اصل في فرق تاخير يا عم درويش زي كده البث بتاع يوتيوب. بس ايه يوتيوب ايه؟ طب انت مش واقف جنبي؟ اه صورتك مش طالعه ليه؟ انا ما اعرفش الكاميرا اللي بايظه بقى، انا مالي؟ طب ايه مش في راجل بيتكلم فوق؟ اه وايه الشريط بقى اللي تحت ده؟ الجهات الامنيه تنشر صوره المتهم بتفجير وزاره الصحه وتناشدي المواطنون بالبحث عنه. عنك انت يا عم درويش، بيقولوا عليك رهيب. اخلص يا شهاب، استنى بقى يا عم درويش، مش مهم الزفت الباقي، اخلص. طب انا عايز، انا هاخده، اخلص. اللهم في ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ طب كنا خد ده الباقي. استنى. استغفر الله العظيم، اركب انا. لا يا عم درويش. اركب. اركب ايه بس؟ يا عم درويش. اسود ولا شاب؟ ايه؟ احنا هنفسره دلوقتي ونقابل عند محطة السيدة. السيدة مين؟ السيدة زينب. يسلم يا باشا. استغفر الله العظيم يا رب. مش هنعرف نتهنى لما ناكل ولا ايه؟ يا باشا بالهنا والشفا يا باشا، مش هعطل سعادتك كتير يعني. حبيب قلبك خضر يا باشا طبعا، تمدي له على الفيش ده يا باشا بعد اذنك. ده من ابو كام ده خضر؟ لا والله يا باشا ده بتاع الولد ابن اختي، خلص كليه سعادتك وبقى مساعد يعني في ورق التجنيد وكده. نختك برضه؟ ده انا فيشك على البق ده. الله يخليك يا باشا، ربنا ما يحرمنا منك يا باشا ويجعلك دايما في الخير دايما يا باشا. طب لما اكل؟ انا ايدي زفر باشا، الوايبس موجودة يا باشا اهو، اتفضل.
وابس انت عشتك ارتحت قوي خد ربنا يخليك يا باشا. يا باشا هي ايه الصوره دي؟ دي نشره مبعوته لنا من امن الوطن. امن وطني؟ ليه عمل ايه؟ ده المفروض اللي يفجر وزاره الصحه. يا نهار ابوه اسود إيه وسدنته على شخصيته يا باشا ولا لسه؟ لسه حجاب هيروح فين؟ دول قلبين الدنيا عليه. زور النشره دي على الارشيف عشان يشوفوا كان مسجل ولا لا. وقول لعبد المجيد ينزل يعمل تحريته في المنطقه. حاضر يا باشا. خد امر يا باشا. مش ابن اختك. شكرا يا باشا. بالسلام. بص قدامك انا. حبيب قلبي خضر.